احنا عند 14 اللي يرد يدخل مشكل واخويا انا مبدا عهد هذيك راه عندك المشكل يا ابو يد الناس ما عاد نسبوها راه لقيتها قيس ما زين تبيع تبيع ما تنبيع في الاول مبلي يا اخي ليش نصوروا شي شيء ديال هذا الشيء الإدارية الخامسة للإيواء للمتشردين في أي مكان كما كنلاحظوا اللي كيقلبوا في هذه الأماكن اللي كيتواجدوا فيهم المتشردين كما كتلاحظوا معنا المتشردين الكرام يعني حملة كل الأماكن التي تقوم بها القاعدة الملحقة الإدارية وعناصر قوة مساعدة وعناصر الأمن الوطني وكذا أعوان السلطة للإيواء المتشردين والهلال الأحمر المغربي إذا كما كنلاحظوا تساقطات الأمطار في هذه الأثناء Thank you.
لا كاين حتى شي حاجه اخرى ما كاين واحد الدرجه ما تصوراش من بعد داكشي علاش هاد الجنوي ما عرفت الزهره كيفاش جات هاد الساعه هذه وحق الله ما عندها يوم واحد حبونا نحيدوك من البرد لا حيت حبونا نحيدوك من البرد هذا خاصو يفهم باش غيبان هذا ماشي موضعية سميتو هذا وضعية راه تبارك الله راه الله وليكم جميعا زعما سير نمشيو على بوانتوكم بعدا نمشيو نوصلوا شويه مرحبا اللي درتوه انا مستعد روشيرشي اول مره جيت واحد جينا عندك هز جنوي يلاه زيد وا زهرك زهرك صافا لك الله الخير انت كنتي معايا ديك المره مدينا هذاك باش دينا واحد نلعب اي بوشعر وتشابوا لي هرسان وتشابوا لي هرسان انا اذا السلام عليكم متابعينا الكرام في هذه الاثناء هذه كما كتلاحظوا كتشاهدوا اليوم واحد الحمله تقوم بها القائده الملحقه الاداريه الخامسه لايواء المتشردين في هذه الاثناء هذه كما كتلاحظوا كتشاهدوا معنا جميع الاماكن اللي حاضره حضور دائما عناصر ديال رجال القوات المساعده ورجال الامن الوطني في هذه الاثناء هذه كما كتلاحظوا كتشاهدوا معنا للإيواء المتشردين في كل من أنحاء مدينة سيدي سليمان حضور متابعينا الكرام كما كتلاحظوا في هذه الأثناء هذه مع الأمطار ديال الخير اللي كتقوم السلطات المحلية برئاسة القائد الملحق الخامسة بإيواء المتشردين في هذه الأثناء وكذلك القوات المساعدة ورجال الأمن وكذلك أعوان السلطة في هذه الأثناء مع الأمطار ديال الخير
هذه الحملة حملة تقوم بها القاعدة الملحقة الإدارية الخامسة وعناصر القوات المساعدة وعناصر الأمن الوطني لإيواء المتشردين في هذا البرد القارس كما كتلاحظوا وكتتابعوا معنا متتبعين الكرام.